طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الرسالة السماوية في منطقة معزولة أو منطقة مهملة ضمن الجغرافية العالمية، باعتبار أنه الدول العظمى اللي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي الروم يعني والإمبراطورية والرومية والكسروية الفارسية، في حين كانت الجزيرة بالحقيقة منطقة بسيطة، إلا أنه مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المنطقة البسيطة التي تتميز بالسذاجة وبدون أي نظام موجود كانت تعاني من ظلم شديد. أحسنتم. فظهر النبي عليه الصلاة والسلام وحقيقة أول معجزاته أنه تحدى التاريخ وتحدى الإمبراطوريات الموجودة وقال أنا بعثت رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة للعالمين. وكانت هذه حقيقة يعني كان لها تأثير قريبة تأثير مستقبلي بعيد، باعتبار أنها معجزة أنه شخص يتيم يظهر في منطقة بسيطة ويقول يعني يبشر بنظام أممي عالمي مستقبلي، فهذه كانت في حد ذاتها معجزة. ثم أنه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينشر في هذا المجتمع القبلي، بدأ يثقف، والشيء المهم في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أنها بدأت بشخص النبي من ذاته، يعني مقارنة مع الأنبياء والرسل السابقين كلهم. يعني ربما دكتور ولو أقاطعك، يعني كانت هي التثقيف الذي ذكرته عن الرسول كان يمكن حتى قبل أن ينزل عليه الوحي، كانت هي الرسول منذ بدايته ومنذ صغره كان ملما بالأخلاق وبالمبادئ. أحسنتم. التي كانوا يعني أهل هذه المنطقة هم يعتقدونها. أحسنتم. إمكانيات ذاتية لم تدعمه، يعني ما استند على المعجزة الخارجية، مثلما إذا تأخذ تاريخ الأنبياء والرسول كان الدعم الأساسي المعجزة الخارجية. وكل الأنبياء والرسول معجزتهم خارجية، بمعنى أنه انتهت المعجزة، انتهت شق البحر، إحياء الموتى، كانت ذات يعني تعمل ضمن التخطيط القريب ضمن زمنها، انتهت يعني معجزة وقتية. أحسنت. بينما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام إنه بدأ بطرح ثقافة وفكر إنساني متكامل بعيدا عن المعجزات، حتى المعجزات التي حصلت هي معجزات قليلة وذات تأثير زماني محدد، إنما المعجزتين حقيقة أساسية خالدة للنبي عليه الصلاة والسلام، أولا مسألة القرآن اللي هو باقي إلى هذا اليوم يفرض نفسه مع العلم أن القرآن الكريم هذه من أعظم المعجزات، أعظم المعجزات، والقرآن الكريم تحدى البشرية 1400 سنة، طلب أنه البشرية بما أنه العقول الأخرى التي يدعون أنهم قادرين على أن يقدموا شيئا تحداهم أن يقدموا حتى لو سورة واحدة، والسورة بمعنى ثلاث آيات، يعني إحنا عندنا أقل سورة ثلاث آيات بالقرآن، سورة واحدة عجزة إلى هذا اليوم، وكانت هناك محاولات حقيقة فاشلة ومخجلة وتعبر عن شنو، عن جهل التي قاموا بها. الشيء الثاني الذي لا يقل أهمية هو النظام العادل الكامل، النظام العادل الكامل بمعنى يستند على العدالة ويضع الأشياء في مكانها، وثم شنو كامل بمعنى يتولى حل مشاكل الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية بشكل عام، بل حتى ثم يتوسع إلى حل مشكلة الكون. فهذه النظام هذا أعظم المعجزات، النظام الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب دكتور، ما هي أبرز الأساليب التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نشر دعوته الإسلامية؟ وابتداء ما كان استناد على المعجزات مثل بقية الأنبياء والرسل الآخرين، احنا قلنا انه بقية الأنبياء والرسل استندوا على المعجزات، لم يستندوا على شنو، على إمكانياتهم الذاتية في
في التثقيف حتى لو ترجع على احنا نستند على القرآن، والقرآن هو الذي اثبت النبوات الاخرى. بالمناسبة النبوات الاخرى هسه كثير من الباحثين الماديين يقولون ان لا وجود لها، الى ان نقول انها موجودة باستنادا على القرآن. القرآن هو اللي ثبت بقية النبوات. بقية النبوات باعتبار انه لانها استندت، بقية النبوات استندت على ماذا؟ استندت على المعجزات، والمعجزات لها وقت محدود. اليوم يعني الانسان الموجود الحاضر لم يرى شق البحر، ولم يرى احياء الموتى، ولم يرى مثلا مساله الحارق الذي تعرض له. ولكن النبي اتى بمعجزه ملموسه الى يومنا. احسنتم. وليس هناك اطروحه كامله من اي نبي اخر، انما كانوا في الحقيقه الانبياء والرسل 124,000 نبي ورسول يمهدون للنبي الاكرم. النبي الاكرم ميزته والمعجزه الاساسيه انه هو اعتمد على امكانياته التثقيفيه والفكريه الذاتيه وليس على المعجزات. صح، نعم حصلت معجزات، لكن هذه المعجزات كانت ضمن حدث قريب مرحلي، انما ضمن الاطروحات اللي طرحها النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي تستند بالحقيقه على العداله وعلى الإنسانية وعلى السلام. هسه هذا إن شاء الله بيجي مفصل من خلال القول والفعل النبوي. أسس النبي إلى مفاهيم، يعني على سبيل المثال أجيب لك، عندما دخل مكة، وهذه معجزة أيضا أخرى، عندما دخل مكة العفو عندما دخل مكة نعم في فتح مكة، وهو كان في موقع قوة، كان معه 10,000 مسلح، 10,000 مسلح، ودخل مكة وانهار قريش، انهارت أمامه، وهو عانى لأكثر من 20 سنة هو وأتباعه عانوا مقابل قريش من التعذيب من الحصار. يعني تعرض النبي والهاشميين وأهل بيته والمسلمين إلى حصار خلال سنة في منطقة معينة، يمنع عنهم دخول الطعام ويمنع خروجهم خلال سنة واحدة. عام الحزن اللي رحل بعمه وزوجته خديجة عليهم السلام. رغم هذه المعاناة التي تعرض لها من الضغط ومن الظلم ومن القسوة ومن التشهيد، طلعوا وطردوه حتى يعني عذبوهم وطردوهم وقتلوهم، دخل فحين أحد قيادات الجيش قال اليوم يوم الملحمة. النبي قال له يا سعد اليوم يوم المرحمة. هذه في ذاتها معجزة، انه قائد مظلوم يدخل الى عدوه واذا يقلب المعادلة. حتى ايضا في بداية رسالته الاسلامية، نعم، كان هو رمز التعايش التعايش البشري بصورة عامة متكامل، يعني كان فاتح الابواب الى اليهود والى النصارى والى جميع الطوائف. هذا في المدينة حقيقة. حتى في بداية الرسالة، في بداية نشر المفاهيم، لكن لم تكن له الفرصة للتطبيق. لكن عندما هاجر الى المدينة حقيقة حقق نموذج انساني رائع لم يتحقق في البشرية الى يومنا هذا. يعني حتى المدينة الفاضلة اللي الفلاسفة كانوا يحلمون بها ما تحققت بالواقع الا في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة، وكانوا طبعا قبائل الخزرج والاوس كانوا على حروب مستمرة، وكان يسيطر على المدينة اليهود ويستخدمون التعامل الربوي والظلم والسيطرة المادية والاقتصادية على أهل المدينة. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وضع دستور إنساني اللي هو يتكون من تقريبا 57 فقرة، كان من عندها أعتقد على مدة 25 فقرة لتنظيم حياة المهاجرين والأنصار، و 27 فقرة أو 25 فقرة لتنظيم العلاقة مع اليهود ومع الوثنيين. كانوا الوثنيين يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهو القائد وهو الحاكم، كانوا يعيشون ويتمتعون بكافة الحريات وكافة الامتيازات. وبالمناسبة رغم هذا أنه اليهود اللي هم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة هم الذي اعتدوا على النبي، يعني ما حارث من الحوادث هجموا على المسلم ومسلمة وقتلوهم وفعلوا
بهم ما فعلوا، وكانت رد الفعل ردة الفعل النبي انه طلب من عندهم الرحيل، لان خرجوا عن المعاهدة وعن الدستور، طلب منهم الرحيل. وهذه طبعا الان يسموها غزوة، هي بالحقيقة ليست غزوة، انما كانت تصرف اجرائي سليم، لان بني وكانت هي كانت هي دفاع عن النفس، كانت دفاع نفس. طيب اذا تسمح لي، اللي الان خاصة ذول الوهابي او المتشددين يدعون ان النبي له 27 غزوة، بالمناسبة هي ليست غزوة، 27 هو قاتل في 9 منها. طيب دكتور، حتى نوسع أكثر السؤال والبحث في هذا الموضوع، برأيك لندخل في محترك التاريخ أو حقبة التاريخ، برأيك التاريخ هل أوصل الرسالة الإسلامية بشكل متكامل دون تشويهة؟ طبعاً يعني الرسالة التي أتى بها نبي الرحمة ونبي المغفرة، برأيك شوهت؟ هذه بالمناسبة يعني نجاوب، أكو عدة مستويات للجواب. أولا إذا جنابك تقصد أعداء الإسلام، فأعداء الإسلام كانوا ولا زالوا، وطبعا متجسدين باليهود بالحقيقة. يعني حتى قلت لك 27 غزوة أو يسموها غزوة، هي ليست غزوة. أنا القصد بالسؤال هو مؤرخين بشكل عام، سواء كانوا الإسلاميين يكتبون بنظرتهم وسواء كانوا خارج الإسلام. هناك كتاب يعني ماديين علمانيين كتبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعظم شخصية ربما أكبر من الإسلاميين وقيادية. مع العلم هذه الكتاب اللي أقول لك عليهم أنكروا نبوة النبي عيسى عليه السلام، وكذلك أسماء أسماء عظيمة ومشهورة مثل لامارتين وتولستاي، هذه الأسماء الفكرية العظيمة، يعني لامارتين الشاعر الفرنسي العظيم، تولستوي الكاتب كاتب رواية الحرب والسلام، إنسان مفكر عظيم، قالوا إن النبي عليه النبي محمد هو أعظم شخصية عرفتها البشرية بشكل عام. وإلى هذا اليوم حتى ترى بالمناسبة أغلب البشرية بما فيهم الأوروبيين يحترمون النبي ويقرون بعظمته، ولذلك نشوف أكو محاولات لتشويههم بما فيها اللي تصير المتشددين قولي اللي هم صنعوهم داعش وغيره، اللي صنعهم أعداء النبي لغرض تشويه الإسلام. والإسلام لو أتيحت له الفرصة أكثر من هذا، لو أتيحت له الفرصة يغزو العالم. لماذا؟ لأن البشرية عانت، البشرية عانت من الفكر الماركسي، الفكر الماركسي وعانت من الفكر الرأسمالي، الفكر الماركسي الذي كان يهزئ بالفكر الديني حكم روسيا والاتحاد السوفيتي لعشرات السنين، وبالتالي ماذا أنتج؟ أنتج الخراب. فالمعجزة العظيمة، وربما حتى قد أتى الفكر الماركسي هو الفكر الذي أتى به وقد خدع العالم به، هو الفكر أصلا من الإسلام، هو تخليص الطبقة الكادحة من الطبقة البرجوازية. سوف نعود إلى هذا الحديث ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود.